يلاحظ في الآونة الأخيرة استعمال تسميات مختلفة للدول التي تعاني أزمات ومشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، نذكر منها الدول الفاشلة. لا يختلف اثنان في لبنان والخارج في أن السياسيين فاشلون بمعظمهم، فما المعايير التي تصنف الدول على أساسها فاشلة اقتصاديا؟ لا سيما أن لبنان يعاني إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب تقرير للبنك الدولي. في تعثر عن سداد ديونك، بتكون بلشت أنت اليوم بهذا المسار، ولكن كله هيدا نسبة. نحن أيضا يعني نسبة الدين العام والتعثر عن سداد الدين، وأيضا الفشل بإدارة السياسة النقدية والسياسة المالية وأيضا سياسة اقتصادية، هو مؤشرات أساسية، ولكن نتائجها وين بتجي كلها؟ وهذا المؤثر، إذا بدك المؤشر اللي بقيسه، هو الانحدار الحاد بمستوى المعيشة والاقتصادي، يلي نحن صرنا بأقل دول بالعالم بالنسبة لقيمة الدخل الفرد بالعملة الأجنبية الحقيقية، والتضخم من أعلى نسب، تعثر بالدين، وانفلات بضبط الأسعار. في تعريف سريع وبحسب الموسوعة السياسية، فإن الدولة الفاشلة صفة تلازم الدول التي تعجز عن القيام بوظائفها عامة. أما مصطلح الدول الفاشلة فقد بدأت أدبيات السياسة تتناوله في مطلع التسعينيات من القرن العشرين، فظهرت دراستان لعبتا دورا أساسيا في بلورة مفهوم الدولة الفاشلة. الدراسة الأولى لجيرالد هيلمان وستيفن راتنر، اللذين أشارا إلى أن مفهوم الدولة الفاشلة يمكن أن يختصر بتلك الدول التي لا تستطيع أن تؤدي دورا ككيان مستقل، وضربا مثلا على ذلك هايتي، يوغوسلافيا، الاتحاد السوفيتي والسودان. أما الثانية فهي لويليام زارتمان، الذي يرى أن الدولة المنهارة هي تلك التي لا تعود قادرة على أداء وظائفها الأساسية، وضرب مثالا على ذلك الصومال، ليبيريا، إثيوبيا في مطلع تسعينيات القرن الماضي. ورأى آخرون أن الدولة الفاشلة هي الدولة التي تحكمها الميليشيات المسلحة. السلطة المركزية بتفقد شرعيتها وبتصبح مشلولة، ونتيجها هو أولا اقتصاديا بنشوف تراجع حاد بمستوى المعيشة الاقتصادي وحتى على صعيد الحياة ككل. اثنين، بنلاقي في الفساد والجرائم بتصير مستشرية بالدولة. عندك عنصر ثالث أيضا، وهو شعبه بيصير يهاجر قسرا يعني. وعندك نقطة كمان خامسة أو رابعة، بدنا نقول بيصير عرضة أكثر البلد لتدخلات خارجية. من الممكن القول أن ليس هناك إجماع حقيقي على تعريف الدولة الفاشلة، وأن لبنان نجح في أن يحوز جميع معايير الدولة الفاشلة سياسيا، اجتماعيا واقتصاديا. توني منصور، قناة الجديد.